كل بلاد العالم فيها قانون للتظاهر، وأنا طلعت على الفضائيات ووريت قانوننا أكثر. والأهرام امبارح نشر كل القوانين بتاعة تنظيم التظاهر في بلاد ديمقراطية، قانون مصر أكثر ديمقراطية منه، يعني كلهم أكثر تشددا. مثلا إحنا بنقول بالإخطار، مجرد الإخطار تخدش إذن، معظم الدول الأوروبية بالإذن. المدة في القانون الإنجليزي 6 أيام، إحنا خليها 3 أيام، يعني أنت تخطر وتعمل. لا، التاني تستنى 6 أيام لغاية ما يديك الإذن، كويس؟ أو هو لما يحدد لك يديك الإذن المظاهرة هتتم بعديها ب6 أيام. وبعدين مثلا في قانون جنيف يقول لك رئيس الوزير الداخلية من حقه إذا قدر أن هناك خطر أنه يمنع المظاهرة، إحنا نقولش قدر، لازم يكون عنده أسباب قوية تبرر المنع عشان تخضع لرقابة القضاء. فإذا قانون بالغ التحرر، ولذلك إحنا كنا شاعرين باستياء رهيب جدا لما يطلع متحدث أمريكي يقول أنه خايف على الحريات، وقانون أكثر تحررا من القانون الأمريكي. في بلد في العالم ما عندهاش قانون لتنظيم المظاهرات، هذا قانون لا يحرم أحد من التظاهر ولكنه ينظم الحق في التظاهر. مش ممكن أنك ساعة ما تطقف دماغك فرقة تنزل في الشارع وتسد الشارع وتنام على الأرض، اقتصاد إيه اللي هيبني فلان؟ لازم يتحدد لك كل بلاد العالم، بتحدد المسار، تحدد العدد، لو زاد العدد يمنع المظاهر. انت هتجيب كام واحد؟ لما تقولي هجيب 2 مليون وتنزل يوم الجمعة هقولك لا، ربما هقولك لا، لان ما عنديش مكان يساعدول. هتحدد لي المسار، ما فيش دولة في العالم بتسمح بالتظاهر بعد الساعة 5، تنتهي المظاهرة في الساعة 5، فلابد تحدد لي الوقت وتحدد.